كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيد المجلس سويس 12 من مجالس شرح جمع الجوامع في أصول الفقه الإسلامي للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله متوفى سنة 771 للهجرة كنت سميثي مثلا ذي الدرس نعدان المجلس يعني ويس 11 تبدا المساله مدينة فرض الكفايه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله نشرح يفيد اي مهم لاسباب سبب مزوارو ان فرض الكفايه يتعلق بالعبادات والعادات بالعبادات والمعاملات نفكر أمثلة نناد مثلا العبادات أدرفك صلاة الجنازة فقي عبادة من العبادات ما إلا إخدمت مجموعة من الناس نغيون سقط الإثم عن الباقين سقط الإثم عن الباقي صافي مهم سي ثمايقي مهم سي الجهة النظام نصوذ من النظام أن فرض الكفاية متعلقة أيضا بالمعاملات وهذا الذي فصلنا فيه في مجلسنا السابق لذلك ذي مدينة تاج الدين السبكي إن فرض الكفاية مهم معني ولا قال ان البال النغ تصلي في رمضان وكذا ما شاء الله الشوال ويظن همليثن ذاكي ذا غفل ان سعد نوفا ربي سبحانه نهضرت وننات في الاخير بلا ما نعاود ذاك واش نخدم مثلا ان فروض الكفايه ترفع الحرج عن الامه ما نخدميش انت اي نبغى نسعف اما صوصن اللان زيد لي بلومبيين لان لي دونتيست لان اين تبغض يلا الحمد لله ونسعر الحرج اما الا يوث الحرفه وسنفكا لازال نحقريت ثلاث محقرانيت مالوريزمون لا تكي الخدمات اكا من حقر الخدمه زي ربي في كاس الشرف خاطر الاسلام يكون خدمه ساعه القيمه ولاش الخدمة يوث عليث يوث غلايث يوث سالق خاطئ ربي مدينا في سورة التوبة الآية 105 إن دو قول اعملوا ودينا لاش نخدم الخدمة وستيلو نغل الخدمة نتيلي نغل الخدمة خدمة أكوين ديون الفايدة إذ ندم أريكس الحرج في الأمة أثنخدم وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة أغدنا عالم الغيب والشهادة لانفيزيبل لو فيزيبل كل شيء يزرات الزمان نفر حاجة ربي يزرات أين ظهرا يزرات أين فرن يحصاث وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والحرج عن الأمة إذا رفع هنا ما كانش إثم لا يأثم أحد وقد ذكرنا جملة من النصوص في رفع الحرج من باب التذكير ما ورد في سورة الحج في آخر آية وهي الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج وما ورد في سورة النساء في الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وما ورد في سورة البقرة في الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن نلتقي مع المجلس رقم 12 من مجالس شرح
جمع الجوامع لتاج الدين سبكي رحمه الله، يبدأ الآن في مسألة جديدة ولكن لا بد لها من مقدمة. هذه المسألة الجديدة اسمها مقدمة، تتعلق بما يسمى بالواجب الموسع. الواجب الموسع أثيد شرحه إن شاء الله شوية شوية كان أن فهم استويل لو كون ديني غا تظلث سال وقت ربي ناد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أم كل فظلث سال وقت بلا ما نكشم دي التفاصيل دين الزرم ياكو، ولكن أرشد سادتي إلى ما ورد في كتاب الموطأ بدءا من الحديث الأول وما بعده. الموطأ الإمام مالك وهو أول كتاب ظهر في خدمة السنة النبوية، كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله. الحديث مزوره روح رزداف يخذ مسي من العنوان اسميس وقوت الصلاة وسيسمر أوقات الصلاة ثقيت سعرف ثقيت سعرف صحتي سناف، ولكن يستخدم وقوت. وقوت هاكي جمعوا كثرة، أوقات جمعوا قلة، أوقاتنا وقوت ذي الجمع الجمع كيف كيف تظهر وقت وقت مفرد جمعه أوقات، ولكن إلى الجمع وايض اسم جمع الكثرة اسم وقوت. الإمام مالك يختار العنوان وقوت أي غار إساء السباث إي بورتو خمسة زولي قلان نورمال مديني أوقات خمسة الوقات قام كويس تقضي خمسة الوقات طهور العصر المغرب العشاء الفجر نص الصبح زوار غد الطهور خاطر نسيت تزار تمزور فيك الزول النبي عليه الصلاه والسلام وكل جبريل وهي اول صلاه ظهرت سي بوا سا تسمى ظهر ظهرت وتصلى وقت الظهيره تصلى في وقت الظهيره هذا سبب ثاني خمسه زولا نورمالمون الامام مالك ديني اوقات ودي قرار وقوت ولكن الامام مالك يناد اسي سمي وقوت جمع كثره لا السبه ثم زواروث انه ماشي خمسه زولي قلان الزرغ الملموس انزل الملموس صافي ماشي كان خمسه لوقاتين الزول خمسه مكولاس ولكن اين غزيف العمر انزل الملموس صافي غنتضاطاس صح سي لوجيك ضاطاس وربي القران ينادي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اعبد رب الملموس فكي ذيوسن السبه السبه في السناف أنه ظلم قصة المعراج من النبي عليه الصلاة والسلام حينما أعرج به السماوات العلى وكذا يمقر سيدنا موسى نيس وغلى ربي صبحا وسأله التخفيف خمسين زولة غادي فرض ربي فلانا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يتحاوث ربي سبحانه وكذا سيف كان رأي استشارة الرأي المشهورة سيدنا موسى عليهم الصلاة والسلام جميعا سيقر سوث ربي التخفيف إثيارة هي خمس في العمل خمس في العمل ولكن خمسون في الأجر والثواب أنزل خمسة ميذي ثواب إن شاء الله هذا خمسين المعنى يختار وقود الصلاة ولكن تفض الأحاديث النغدسي الحديث الأول روح الزداف أنا اختار الحديث وس خمسة حديث أبي هريرة أفيد نغر أشو ديننا وحدثني عن مالك الآخري عن المذا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشو سينا دي النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وين ثويثي طيس يكرد سيمي يغلوظون هذه الظل فالظليث الصبح يظل يثن الركعة يشعر قد يطيش ركعة ثم زوروث يزوروث ذي الوقت وقت الضروري ذي في السناف يطيش هذه لحوة يشرق يطيش ولكن الرحمن ربي سبحانه توحسب أماكن زلوث ذي الوقت
أي غرس تفيك الركعة ثم زواروث قبل هذه روح الوقت أقلك جيت شعرة يعني داينة لا ليني نيه ليني روج ولكن مادام الركعة ثم زواروث حوصتي داين فزلت ذي الوقت أنقارو وقت الضروري غس ركعة في السناث إشارق ديطيش النبي عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصبح وأخذت أجر الأداء ولكن إلا إذا كان التأخير يعني متعمدا فتأخير الصلاة من وقتها الاختياري إلى وقتها الضروري إثم ومعصية ذنب كبير ورجزارة يونذي وخرطة ظليثيس سي الوقت الاختياري ألا ماذا الوقت الضارة سيقار مازال الميسيمي الظل هذا يعني شرق ديطيج يسلح كان ركعة مزورة خاطئ ما إلا يكرد للوقت الني نغي يغفل كذا ميمثل ثلاثين نظن ماشي كان للصبح يكمل الحديث ومن أدرك ركعة من العصر يخزر من بعد العصر المغرب إما إلا يشمديون ذاقير الجامع يزول يثن الركعة من العصر ثلاثة يفذى الشيخ يسدل المغرب يشمل المغرب صافي يوث يزول يتقبل المغرب ثلاثة يزول يثنت لا يشمد المغرب داين الشيخ يسدل أمشي السميل أنت تكلص يا ضوي الناد مثل السبعة ماشي المعني سيونا ذي قيمة الدوير سيقار كان مازال هذا يساعد نوف ذا القرآن تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري وقي إثم كبير إذا كان بغير عذر مبل السبع في قيدي هدرته النبي صلى الله عليه وسلم إلى ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قبل ذي غلي يطيش الحديث واضح إناد فقد أدرك العصر يعني مساديس الظل ذي الوقت إبورتون يلحق يوث كان يكسل خن ثلاثة مني ولكن صل فضل ربي سبحانه ستحسب كأنها أداء نمسفهام ولكن ما الصدم من أدرك ركعة معنى المراد ركعة بسجدتيها يعني ركعة كاملة إلى قتيل الركعة كومبلي في النكمال نشفاسي وقي روح الأحاديث وياض يكل أحاديث مزورة يفذثن الإمام مالك في الوقت نصلي لأن أئمة يفذثن لكن أظن ويفذث باب الإيمان كتاب الإيمان ديوي حديث جبريل وذي فذاث كتاب طهارة خطر كيني قبل أنصال إلى قصير الزديد الفقهاء مخلفا من خلاف إنسان مبرر ويوسقار لا مش نهضر ذي الإمام مالك في الظل إلى قد نهضر في الطهارة إنسان يسن قبل من مقلقة الزيز ذي مالك مكش من الوقت نصال ما تشوب ليش العبد يغلوضه في الحداش خاطئ وتصغر له الماء من المير يفذون سوى حاسم من المي ميديك شموقت الصلاة ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنة كتاب موقوتة وسنقاري ولقى صغر الوضو في الزوج نصبح باش تصغر الفجر أي غير إذ ما ذي الوضو يجوز مع الأذان عند المشكل لذلك كان بلا باش مغي التفاصيل المهم فقط إشارة الأحاديث كي مزورة سي الحديث الأول وما بعده في كتاب الموطأ الإمام لك تحدث عن أحكام وقوت الصلاة إلا وين نظن قال مسفان فلاس قبل نشم ذي مسألة اليوم إلا ومقارن فظلث إلا ومقارن وقت أداء إلا ومقارن وقت قضاء يا إما يون أدى صلاته ذي الوقتيس يا إما يغرميت يقضات ثور هدر رافي قال ننزول على المية بوض 65 سنة كذا فظلث ثور قال نبان سوالات إسعى الله الدتا اشتيلات انشتيلات إلى قضي غرمين ميزمر أذي قضوين ميزمر أنا هدر كنا كما يليون إفرطي الظل فيس المياد دلوقتيس إلى أخي
ما إلا يزول ذي الوقت وقرص وقت أداء فقد أدى صلاته في وقتها وبرئت ذمته. ولكن وقت الأداء لنسين ألف باء ألف الوقت الاختياري باء الوقت الضروري. أنا مثلا طهور خطر سيسيك بذميم تجدين سوكي فظلي ثنظهر فورا مثلا طهور هذه بذول واحدة غير خمسة يخشم وقت نظليث أريد جزاري ولا ذي الزلق في الوقت أمي قلت له يستفتون كيني كيني باش غير كيف غالكار وقد غا يصرخ الظليث الظلغ في الخمسة أظل الفجر أي غار خطر كي قارب ما يشفى كيف غالكار أي غال حد قفريد أضوض غي شرق ديطيش وتظل في الوقت تظليث سلمسي الآية إن الصلاة كانت تعلمين كتاب الموقوتة يعني هو يلاق بنادم أتزل قبل ولا قد تزل من بعد تزل تنطور إذا مثلا واحدة غير خمسة ما تزل كان إمارا مثل ذي اللذان أمشي سقر الأول الوقت ولا شو كشفان الأول الوقت وقاس وقت فضيلة إمي ما إلا وزل ذا ذي الوقت مني زل في الوحدة ونص في الزوج في الزوج ونص في ثلاثة ثلاثة وأربعة الله يبارك يوسع نغلا من الميز الزرد أقلك سوا سوا مش قروا الناشين ذهلا أقلك في وقت الأداء خطر أقلك ذي الوقت الاختياري. ما معنى الوقت الاختياري؟ ذيون الوقت يوسع من الميز الزرد ساد راجر كومبلي هذا مكان خطر يسوسع ربي فلانا أصير شقك في الإدارة خدمة نغلا تاكسيور ما كذا صافي من مشي نصل كان الأذان دراس قارد لا أخويا سيوضا نكوني سيوضا مش أقل هذه الجيشين كوفي دروري كده نحب الساعة سلغ الأذان كراح الظلة مش تظل ضا الساعة دوض نكون صار شو ذي نادي كل وار غير هذا الكلام خطر نقد الفكرة جي بس أنفهم باللي الشرعي وسعاء تظليث واجب ولكن وقي قنص واجب موسع ذي الواجب بسوسعاس الشرعي سوسعاس ماشي مضيق معنى ثم مي وقي ماشي بثم وقي واجب موسع نمس فهم ولكن من المقرف ذي العصر ذينا يفذيت سينيالي معناه إيلاقة الظلظ قبل ديك الشم الوقت العصر وقاص الوقت الضروري. أما العصر ثورة تفضيل ومتوال المغرب مثلا قال في ستة مثلا وعشرة ستة وعشرة يون من مثل وضع ستة ذيان شو مازال المغرب يلا 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 الظل خطر ثورة قلك ذي الوقت الضروري لو كان أذي الدن المغرب صافي روحك العصر صافي تبرد نوف ذا مقران خاصة إذا كان بغير عذر. ولكن حتى بعذر اجتهد باش تؤدي صلاتك في الوقت الضروري ولا يجوز تأخير الصلاة من وقتها الاختياري إلى الضروري إلا بعذر سوى مساض العذر نمس فهم. ولكن كلاهما الوقت الاختياري والضروري كلاهما وقت أداء أقلك الظهر. سلم الحديث الخامس من أدرك ركعة من العصر هو مشى عشر دقائق دقيقة أنا دقيقة ونص ما يحكمك زور العصر ركعة ثم زور العصر فكت كان يدن الشيخ المغرب ثلاثة زور تنزيل المغرب مع ذلك ما دمت معذورا ما دام استاذ العذر ذا شو ديننا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك العصر باش نربطوا بين الأمرين. ما معنى أدرك؟ معنى أدرك وقت الأداء ولكن في الوقت الضروري أخذا في الحسبان دائما أفضل الأوقات هو الوقت الأول فقيل لا يناقش خطر الزمنيون بلك هذه يمث بعد تجد نسبك هضرني في مسألتين بلك هذه يمث ونزرارة لأن كاشرم الدن ذي سوذي مسوفر نغاشو أسيني زريض غاسي الدن الشيخ ونزلرة أتنجوه مازال
ويضا سينا قلاد قفري هين كان هاي يقذرون كان يقذرون نزور ذي سنزال أليس كذا وحدثت هذه وحدثت الأخرى لأنه قال يوفق ربي كذا وكان يوفق دغا كنا ظننا مثلنا روحنا ولكن تجي مدام الأمر غالب فيها عليه فيها السلامة عليها السلامة في الحرج مرفوع إن شاء الله تعالى نمس فهم ومن أشهدين ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر إذا فهمنا الوقت الاختياري والوقت الضروري كلاهما وقت أداء ممتاز بارك الله فيك حديث جبريل يعني شكرا الشيخ بارك الله فيك ما ذكره فضيلة الشيخ صحيح وقد أورد الإمام مالك هذا الحديث جبريل أمر توقيفي ماشي اجتهادي ماشي ونقمك إسباني فيه خاطئ ذا الأمر شرعا وجاء وحيا نبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل يزور في أول وقت أم بعد سنظن يزور في آخر الوقت إن يسمى بين هذين الوقتين وقت بمعنى ذاك الوقت الاختياري ذاك الوقت الضروري باش ننظر الأمراجي توقيفي يعني ورد وحيا بلا اجتهاد خاطر كسؤال الاجتهاد النار بلا كان نفدل يلا رمضان جاتني كسات جاتني فيكسي جونفي نهار ديسمبر لو كان مشاور شبي ربي لا بليبار دي ناس هناك ولكن الأمراجي لا أمر توقيفي لا اجتهاد فيه أغردنا كيف مثلا باش ميم المحاسبة يرانغ خطر باش ما نسعى الفقه نظر شو نخدم مولاش الفقه هابي بريكان التفضيل نرتريتو يسعى حتى ليقيا يعني ربي يحفظ على الصلوات يحتفظ دهي سثان دي الخذمة إلى آخره وحس كان ستاوي وسقرا وقي مضيع خطر دي فاتس فان دي جوجمون في الغاشي يعني بحسن النية النيات إن شاء الله سليمة ولكن لا بد من علم لذلك ما قاله الشيخ جزاه الله خيرا من باب التنبيه باش أنظروك وأنظرك ونحصوك وقي أمر توقيفي نعود الأحاديث الموطة في كيرون سي الحديث الأول روح الزداف يبو يغدك الأحاديث يقشدن أرثاقي الوقت الاختياري وقت ضروري أما ذي الطهور أما ذي العصر أما ذي المغرب أما ذي العشاء ذي الصباح إلى في تفاصيل إما إلى يوني وخر مثلا الويتر أتي وخر ديكر ربع ساعة قبل دي شرقية طيج نسوري الظلال الويتر أمشي على يخدم يسكو ذي الظلال الويتر بعد الفجر اللي هي الرغيبة نغسلنا عندنا في الملك اسمه الرغيبة الرغيبة وعند غيرنا السنة ونغادي الزول ذي الصبح للفريضة التصبول إما إلي ونوري الظلال الفجر القرآن يشمد يفاد الشيخ يتظل صلاة الصبح مش يريخ ذم ألطارا ذي روح ذي الظلال وحد الفجر أبرسين الحقها والشيخ مدام يفذا والعادية تضبحا صفية الحقها سير ما يغادي البقرة سير ذي الحقها إن غادي الشماء وكذا الشيخ من بعد يزول الصبح جماعة يسكروا هذه الظل الرغيبان غاسي جرمة دي شرقية طيج أطاس الفقه يقلان في مسائل موضعها الفقه ولكن دي غالر غوصنت فرمين كملاك في قد القواعد دي كل مسائل دي المقدمات في علم الأصول من بعد سوف نأتي بتطبيقات فقهية في العبادات وفي المعاملات ونحن يرافقنا ونرافق جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله ثورا نروح وقت القضاء وقت القضاء المعنى إسماعيليون يفافيث هذه يستريون كشمد كينو صلاة العصر هذه صلاة العصر ترى يخاك يسكو وقت أداء لا ذا القضاء إغرم يرس ربي سبحانه ما ورس على السبا فهو آثم وهذه كبيرة من الكبائر هكذا عدها الفقهاء والعلماء ثم نروح مباشرة نشم في مسألة اليوم بعد هذه المقدمة مسألة أكيدنا الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا وطبعا لازم نفتت ونفكي كلمات تاج الدين السبكي مدينة الأكثر يقصد جمهور الفقهاء جمهور العلماء الأكثر
والأكثر كي مدينة الكثرة إزمرة ذيلي دو تيير ثين على ثلاثة ما إلى ستين مثلا ثين على ثلاثة المعنى سربعين وقيد دو تيير أماكن إزمرة ما إلى ثمانين إزمرة ذيلي الأكثر تروكار ثلاثة أربعة معنى ستين من ثمانين الأكثر معناها جمهور العلماء ذا شو دنان أن جميع وقت الظهر إزوار الظهر لسببين. السبب الأول أن ما ذكره على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. السبب الثاني أن الظهر هي أول صلاة ظهرت كما قلنا قبل حين أول صلاة أداها جبريل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وممكن نضيف السبب الثالث أنه عمل قياس سوف نسمع بعد حين ونحوه كي قال ونحوه المقصود معنى يجري على باقي الصلوات ما ذكر على صلاة الظهر أم طهورا فياض. الأكثر يعني جمهور الفقهاء أن جميع وقت الظهر جميع وقت الظهر طهور سال وقت نسناكو نسناكو هكين المغرب ضيق نغلا مش مطهور طهور توسع نغلا طهور ما يدنش الآذان يعني واحدة غير خمسة نصل واحدة الواحدة ونص زوج زوج ونص ثلاثة الله يبارك ما شاء الله يعني توسع وقي قرنس واجب موسع ماشي واجب مضيق. يلا أنت مثلا صوم رمضان يشم رمضان يسكن ساعة الكورة جاسيني بون أقول مسوالاس مي قاعدة بعد ثلاثة أثنوزهم وكي واجب مضيق معنتها يؤدى في وقته هكذا بمعنى الزميرة لا نوزهم سوى في رمضان الوقوف بعرفة بارك الله فيك شكرا وكي واجب مضيق وسيقال الوقوف بعرفة ليسونسيال وقفة جيت نظر احنا سيأجل الكعبة وحدي كنسينا وإنا إن سيقار كان زيغ الحجر الأسود يوعر سيقار من كل دورة سلمة في اللاس أصنع عرفة تلو حد سيقل له يعني كنت شريك خدامنا كني ألا لو قال لي غلط غلطة يفي عرفة ولا شيء في عرفة فدي مكا يتكيس دينا والصلوات في الوقت هي قطة ظل جمعي ثفال أتصل أخطأ لذلك الوقوف بعرفة والنبي صلى الله عليه وسلم ذي الحج معنى يس إلى قذيلي ذينا ويرنا ذغلن تفاصيل تفاصيل قبل المغرب بعد المغرب فيها تفاصيل فقهية سيأتي بيانها في الوقت المناسب. إذن التواجد بعرفات بيوم عرفة هذا واجب مضيق نمسفهم فظهر ثم كدنا وقت الظهر واجب موسع الحج الحج واجب مضيق موسع وسع على التراخي ماشي في الحين. الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازم يعني يأكل وقتين طهور باش ودينا ونحوه يوم بوال ونحوه يعني أين ديننا في طهور يصدق على سائر الصلوات أثن طبق في ظل ثياب ونحوه نعم الكلام اسم مختصر مركز ونحوه وقت لأدائه صافي آكل ما إلا الوقت انطهور وقي وقت أداء يكشم داخليس الوقت الاختياري يكشم داخليس الوقت الضروري أكا وقي المعنى بوال يدينا تجدين السبكي وقت لأدائه فهذا وهذا هو الواجب الموسع. لذلك الفقهاء عندهم عبارة حلوة إن يك في الوقت الضروري مثلا في أي جزء من أجزاء الوقت الاختياري أوقعت أديت صلاتك فقد برئت ذمتك لأنك في وقت الأداء ماشي ذي القضاء لا بيريود النية كل مدة أما ساعتين أما ساعتين ضمن نفس على حسب الفرق مش من فذو مش من شتوى يرتوض العصر مخالف الوقت يلا وكذلك الماضي العشاء إلى آخره وكذلك العشاء الفجر في جيبك يعني تفاصيل سيأتي بيانها في الوقت المناسب
الوقت اللي كامل يسميس وقت الأداء بصح إلا ومزوار إلا ونقارو ثلاث الناس ولكن أكن ما إلا يسميس وقت الأداء. إذا غيبد الرأي ثاني ولا يجب على المؤخر أيضا لأنه واجب الموسع العزم على الامتثال. ما إلا يون أراد أن يؤخر أكن أضل غارة في الوحدة أتجغل متلفة نورمال لا ننكر عليه ولا ننكر عليه اسمه المؤخر يفغض الظل المتلفة لا ننكر عليه فغض الظل في أول وقت وقته فاضي لك يا ربي ولك لا تنكر غير على غيرك وإذا قد غير تفتح المخنض قط المخنض يفتح ولو لا تفتحن عليك نور أماشي من الميث ولا ضيوني جسر ثلاثة أدغاس داوض الآية قدينا الشيخ المعنى إيسا وكشي ذي الكاسول كشي ذي المهمين آية غير يثمى ولكن الشيخ أصدر الحديث الكبراء الحديث الكبراء النبي عليه الصلاة والسلام ممتاز في الصيف ذو نفذو يؤخر الظهر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الظهر في وقت نفذو وقاذوا احنا الصحراء سولت ذو نفذو أزر الضرار مثلا إلا الميم صلاة الجمعة كان مشايخ وقال زران سواس الجوامع الجامعة قال يزال في الزوج الجامعة قال في الزوج ونص الجامعة عادي ردي البارك بلي زال الجمعة الجامعيين الجامعة اللي زال في الزوج ونص ذوي نار الزال في هذه النية بالك فاميلتك زون الجمعة وغال ساخن كش ما زالك تتصل نورمال مادام إلا الجامعة ويضي زال يتوخر الجمعة عادي صافي المقصود مثلا الفقه الأصول الفقه يعني الفقه بأصوله السوسع نلغ النغ والسوسع ولون النغ باش ميقبال عادي بلا ما أنت مكونداني أنت مكونداني وحكا نستويل ذي وإن كان لغي حسفين ضربي سبحانه وعز وجل والنصيحة معليش فرمان ولا يون دائما مهمين وكذا الأخير لا لا وممكن يهمل بعدين هذي يخدم شغل مغامرة يؤخر وبعدين أسيضروا بلك ما يجعله يدخل في وقت القضاء إذن إنيش ولا يجب هكذا ولا يجب على المؤخر العزم والامتثال ماشي واجب ماشي لي وخلاص كانك يا حادي بلا السبة في غير الزرط في الوحدة ولا في الوحدة ونص ولا في الزوج ولا في الزوج ونص تشغل ما ثلاثة ثلاثة واربعة هذا غيون اللوظو باش سيسارت في العصر بلك الصدغة الماء المرض العيشة ونزال الأعذار الغاشي أليس كذلك؟ صافي مدام أثم في دائرة المشروعية ذي المدينة ولا يجب على المؤخر المؤخر العزم على الامتثال لا يجب لماذا؟ يعني مريد التأخير لا يجب عليه العزم على الامتثال لماذا؟ لأنه دائما يبقى هو واجب موسع صنف دائما واجب الموسع هذه قيم موسع وإذا قال صديق أين يوسع وبعدين إن خلافا لقوم مقول كي نشوف الدقة خلافا لقوم وثين دينا لا لقان زرانوي مثغر وشدنا الفقهاء أتفض يونس الفقهاء اسمه أبو بكر الباقلاني أشي قال لا مفغتي وخر إلا قد يخدم النية والعزم على الامتثال خاطر كذي مثقفل معليش هذا رأيي ولكن ده كيف ذرد رأي الجمهور رأي جمهور الفقهاء يكمل وقيل الأول فإن أخر فقضاء وقي شوي وعر يبد رأي نظم وقيل هناك رأي يقول الأول معنى إلاقة الظلظ في الوحدة وقيل الوقت الأول ظل يشمل الوقت ظل فإن أخر ميجة سلمة ثلاثة إنه يعتبر قضاء وقرأي يثير إشكالا لذلك هذبه بعض العلماء قال لك لك هذه قيم قضاء معنى هناك تناقض أو كيف أو كيف من ما يغض القضاء ما يلا يروح كل وقت
سي الوقت الاختياري والضروري. اما كدنا العصر باش نشفو ما يليون ثوراك الشمس اللي ظل العصر اسيني راك تقضي ماشي تؤدي الاداء ذي الوقت، ولكن شيني ثورا ما دامك شي وقت المغرب شيني اثغرمض المغرب فيك ذا غرمض استغرمض بما لا يسد السام يظل العصر وسقرار قضى سميس أداء وهو الرأي الذي تدعمه الأدلة النقلية والعقلية. الأدلة النقلية ذكرنا الحديث الخامس الذي في الموطأ، والأدلة العقلية عقلا سلا لوجيك سلا ريزون سلا عقل أنه مدام وديك الشيء ما وقت المغرب بقلك في وقت الأداء ولو هو وقت ضروري يمنع التأخير إلى لعذر كما قلنا، ولكن هو وقت أداء ولا يمكن للواجب الموسع أن يتحول إلى واجب مضيق، وإلى هناك تعارض صارخ. لذلك هذا الرأي أتى به تاج الدين السبكي من باب الأمانة العلمية، ولكن هذا الرأي يثير إشكالاً، وقيل الأول فإن أخر ما يخرج كان فقضاء. بعد العلماء وفنسد ثابور لا شو سنان باش نكسر الإشكال، إنك فقضاء يسد مسد الأداء. أرنا ناس يون بوال فلا واحد يحدد بوال لو كان في جكنا كيجي مطلقا فقضاء صافي إلى وفور أمشي كسنو فوراكي أرنا نسيهم بوال ذي ثلاث الكلمات فقضاء يسد مسد الأداء، يعني أماكن الأداء وهو أداء، ولكن رأس الجملة من باب التهذيب ورفع الإشكال. صفرت كان جماعة الخير أمرح كان يوث يوث بعد تسهيلة صفرت كانت المقدمة يجي بعد تسهيل. وقيل في كذا رأي النظم الآخر فإن قدم فتعجيل، هذا الرأي هو لم يقل ولكن هو رأي معروف عند السادة الأحناف عند الحنفية. الأحناف إيش قارن رأي المعت يعني معتبر عند الأحناف إيش قارن الوقت إهمالا أذان قالوا لنا الآخر خطر دين الظلم ولا الشهذروي مي فوق لك ثوساظ ولما يسد ملك الموت نورمال مرحبا لا سلامة وتسو حسب ضرا أي غار خطر ما زي كثير الوقت ما زي كثير الوقت ملمي إجلقة الظلم يثيقر إلى قزل خطر مولاش صوت مشكل. هذا رأي معتبر عند السادة الأحناف عند الحنفية. وقيل الآخر طبعا بالاختزالات اللي رأي موجودة هنا الله غالب وقيل الآخر فإن قدم يعني أو نزل في الوحدة معناه فتعجيل معنى لك عجلتها كان دايا صغي الله ذنذكر تزلط عجلت، ولكن لا تنكر على غيرك إذا أخر، لأنه ذاقي سمحتي بين قوسين ماشي المقصود ذاقي ونسميس في القصر جمع تقديم في القصر تقديم ولا تأخير ماشي وقيل المقصود بين قوسين مالون ذا مسافر ذا مسافر يفغسيقي مثلا سي عزازقا يروح يلحوغ الجزائر نار وهران كذا يفغكان يثدرث بعد يدن طهور عند ثيغ الحال ولو كنت فريحان عند ثيغ الحال هو دايسين عند ثيغ الحال هذا شري الظل هذه الظل طهور صنف ركعات هذه قاري كان دير ريفك هذه الفوس يظل ركعات ما يروح الجماعة يروح هذه الظل ركعتين طهور قصرا وذيرنو وذي الظل ركعتين العصر قصرا قدم جمع تقديم قصرا بس ذقي دي فرحة يفرثنت
اذا روح للشغل على ماذا المغرب وذا المغرب يزمتي وخر خطر المغرب كل العشاء كين الحونت العشاءان وطرد العصر كين الحونت اللي هما الظهران. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه في منا ما شلو قيل المقصود فتعجيلون معناه أدى صلاته في أول وقتها هذا هو المراد. فتعجيل المراد بكلام تاج الدين السبكي أن المكلف أدى صلاته في أول وقتها فقد عجل بالصلاة ليس إلا. وبعدين نتجاوز بعض الأمور باش نربحوا شوية الوقت نروح المدينة. ومن أخر مع ظن الموت عصى إما إلا يولكيني كيني يظنه يظن مليح نغطفيث بعد شهر نزيفنا كذا أن بعد سني أتوخرغ خاطر أستين ذقلك ذلك ظن مليح الطبان سوفان كيدسي سفيطر ناناسي مولاني في كثاسة ذي شاديسو نصر طيبيه درك أزر بلي في كثاسة ذي شاديسو يعني ذاين أين دي ظلم في كثاسة سي بون شو سير ذا كل شوال لقي وتوخر راه. لذلك النصيحة ما رنزوري موضان إلى قاث نصح الظليف الموت قرذاك قرذا روين الصحة روين يظنن قرذا روين يسعى 80 روين يسعى 20 قرذاك ذا شو لي كونديدا مقرنا فانن لي كونديدا فانن ما على جماعة الخير أمي سينا وينها إن اسمي سيغستيزيا وثموث ذاين وقال والله نكيني خاطر قبل هذا مثل تيزي وينيس إيه مثل مغارة مثل تمغارين سي بو سامارا ننطليون توجور نتوغالد نزرا وننطلا لو ديرني نزرات مي شغل كل سي قار ماشي ذنك دو ادياسي ون ابريا انا خدمة كل عشان عرف مقبر مي كل قاس ماشي ذنك ذويا ايه شحال قال قادم مثلا نساو نهار ثاني يا غاك تمسالت اي غريض غاديني غادي تاكل الفقه ومن طفله صرف كاع داخل الى شوين الا يظن يوخر فاز اللي فيس يعصى عاصي خطر الى يبادر بالصلاه يظن اش يصير يسال رونديفو يقوم طرح يصير شي خدام. لذلك كان كوني في كل زيارة النغ نغلظ أما ذي سفيطر أما ما نروح سخان آداب زيارة المريض إلى قاثم تنسين ياكو أما ذي خامن أما ذي سفيطر يا أخي الزهر ماشي ذي سفيطر زيارة كفوف ثلاثة كنا وفي ثلاثة ونص يرنا نزار موضين يرنا بالسيف يرنا نروح هاكو يا أخي نخدم ثاي والله مش نغلظ مسكينة خدمني أخيني أغرمي وثذا لو كانت الشمم ما يسفرن سين برق الروح عند الديريكتور جنب وسير دين كين سيف راح وزر غير موضعين نوصير سي زي وزون سي قصفون في كون نخدم تجاوزات ولا انتر نغاس نقيم ذينا نتسام سكين يتألم ونقيم نحكو في مشوها وفي كون نغرك الطبا نغرك لي بيلون نغرك لي سكانير وكذا لا انت الاداب الا لذلك هذه السنه سيو ما يبتفضك لكن الشيء قيميذي قيميذ يرتاح الغراش في نسمي كثير بالك يهدين الفضنة بالك يهدين الوصية بالك ماشي لقى نقيماك يظل فيك الهش قيمك نكون روح نخدم كان الأدب مقل كشو الدين هذا قيني هو من أخر أي أخر الواجب الواجب الموسع يدن الشيخ طهر هذه صار شيء يخدم بدم ينطر يهلك لذلك يرثى الشيء والميم المعاملات اي غير مثلا لا دوناسيون الهبه الهبه سمسياك انسى تاكذ الوصيه تيستامون مخلف انت لو كان يوم الذي خدم دوناسيون ايمي غوغن مليح اتسو حسب التيستامون غاسي كبيس دوناسيون لو تيتر العنوان دوناسيون مي الشرع تيحسب التيستامون وصيه اي غير خطر يخدميت ذي الوقت ني غوغن مليح سي بو سا لان وكور نسى قديم قرانا
اكيد دناوي سيرتيفيكا ميديكال باللي كذا لو قال لي خدم دوناسيون من بعد ساعه نغ ساعتين نغ بالك 24 ساعه يموت من بعد ديك الوغوري الورثه وكذا وكذا سب دار ميم ديال القانون عندنا كذا الى ديال الفقه الى ديال القانون لا لوا 94 الماده 204 لارتيكل 204 تنياك وين يخدم هبه دوناسيون وقتها ماكي تجد تطبق عليه احكام الوصيه عليها احكام الوصيه اي غار خطر الوصيه ساعه الثلث لوانتيير ماشي دوناسيون الهبه كاين تفغير ودي الفرقه مزيانه الفرق ويسين الهبه تفكرين ميش نغير ليك الوصيه لا لا وصيه لوارث شحال يقدر الفروق صافي كل حاجه كمكانيس اي غار الفقهاء بندكوا ولاكي اخاطر يخدميت فافيس ديال وقت يوظن ينطر ماشي ديال وقت النير يخدم الشوالاي الو صافي اواها ربي اما ذا بك وين الا يوظن الى قلت وخرافه ظليثيس وقيل معنى بوال ومن اخر مع ظن الموت معنى يولي مانيس يوظن ينطر اما بنزيف او بمرض الموت او بمرض لا تغلب عليه السلامه وراني الخد دي السولق ام الهلكه تاعي كوين غورا بلا ما نخنيت لا اله الا محمد رسول الله ذا شو دينا اناد عصى يعتبر عاصيا لماذا لانه اخر وان كان الواجب موسعا لا تسلب منه هذه الصفه فهو واجب موسع ولكن سيدي ديتاي وقيد الفقه تاعي مساله فقهيه فإن عاش ما إلا يعني في كاس ربي تغزل الأمر وفعله فالجمهور قالوا أداء يعني فهو أداء وليس قضاء في كاس ربي تغزل الأمر يعني يزول قبل دوض الموت فيعتبر أداء وليعتبر قضاء والقاضيان أبو بكر المقصود الباقلاني والحسين هذا من المتكلمين والحسين من الفقهاء قالوا قضاء طبعا رأي آخر ثلا ومن أخر مع ظن السلامة ما ليون يؤخر فظل فيس مع ظن السلامة يعني أخر الواجب المذكور له والواجب الموسع مع ظن السلامة أي السلامة من الموت وهذا هو المقصود وطبعا ذلك الفقهاء قالوا العبرة بغلبة الظن ذي كان خطر المثقر ذروني الصحان ذروني يهلكين وقين زراث ولكن أما كدنا إلى الهلاك إلى الهلاك إلى آخره فالصحيح لا يعصي الصحيح أنه ليس عاصيا بخلاف ما وقته العمر كالحج ذاك فيه تفصيل الحج الحج يسعى شروط الشرط إلى قد يسعى شرط الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا ما يلا يوني في كاس ربي الاستطاعة يعني تزمر والاستطاعة نوعان استطاعة حقيقية مادية واستطاعة استطاعة حكمية حقيقية حكمية الحقيقية المقصود سين الأمور أذرم تزمر دوقي المقصود استطاعة الحقيقية وين يزمرن خطر موري زميرة لا إما يسعى ذريم ورسالة الزمرث إنه يسعى الزمرث ورسالة ذريم فهو غير مستطيع فلا الاستطاعة أيضا تنول فتوى تجريط اسم استطاعة الحكمية إيه لا قد فوضي سقار إما يليون يجري ما نسش حالي فردان ودي في غارة وفي تحسف ربي ما يموت وفي تحسف في الحج خطر لقد يحوج وش تحسب على غير خطر تخصص القرآن ودي في غير هذه السقارة بخلاف ما وقته العمر كالحج ولكن ثلا ظاهرة إما يوني يزمر يسعى تزمر يسعى ثري من أشيني ويني فغانا دي حوج هذه حوجي ثدر ثيس يجليلان يوجيلان أي تفرد في نسم وتفرد في نسم أخويا واجب عليك تأديها ولا بيت هنا ولا كي محسوب احيانا تخدم راريسي حد حجة خاطر واجب في الله سوى ما تخدم ضيمانك كونديدود في غضارة وإنا الله غالب كسع سبرا ربي نعاونك شوت 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 أنقرز تو درت النغ يوث يوث
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.